نرحب بحضراتكم مرة تانية. الدولة المصرية بعد 30 يونيو اهتمت بشكل كبير جدا بالفئات الأولى بالرعاية، ويمكن المصطلح ده بالنسبة لنا حتى كان جديد على وداننا، وعملت برامج اجتماعية لدعم غير القادرين زي تكافل وكرامة، قرض مسطورة وأطفال بلا مأوى، وبرامج تانية كتير هنتكلم عنها بالتفصيل مع دكتورة ميرفت صابرين مساعد وزير التضامن لشبكات الحماية الاجتماعية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وأهلا بيكي معنا في صباح الخير يا مصر. صباح النور عليك. صباح النور. وسهلا على الاستضافة. أهلا بيكي يا فندم. يعني لو في البداية نعرف من حضرتك برامج الحماية الاجتماعية، و ده الحقيقة يمكن احنا لمسنا هذا المجهود على الأرض وناس كتير فعلا استفادت منه، ويمكن كمان شفنا بعد أزمة كورونا أو خلال أزمة كورونا أهمية هذه البرامج. طب خلينا نقول أن الدولة المصرية بدأت في إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية بداية من الدستور المصري، يعني من أول العمل بالدستور في 1/1/2014. الدستور نص في 7 مواد منه على الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي والضمان الاجتماعي، وعلى رأسها مادة 17 لما تكلم أن كل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي ليه الحق في الضمان الاجتماعي والحياة الكريمة. وده ترجم في 2015 لما مصر أطلقت أول برنامج للدعم النقدي المشروط، وهو أكبر برنامج في منطقة الشرق الأوسط. احنا بدأنا بحوالي 1.7 مليون أسرة، حاليا وصلنا لحوالي 4.1 مليون أسرة، يعني بتكلم على حوالي 17 مليون مستفيد. كانت تكلفته 3.7 مليار في 2014، دلوقتي وصلنا ل 22 مليار، يعني احنا بنتكلم في زيادة حوالي 591%. قاعدة البيانات اللي اتكونت من خلال برنامج تكافل كرامة بتكلم على 35 مليون مواطن، ودي من أكبر قواعد البيانات في مصر. تكافل كرامة، تكافل ده للمرأة المعيلة والأسر اللي عندها أطفال وفي سن التعليم، لكن كرامة دي لكبار السن والمعاقين والأيتام. دلوقتي زي ما احنا قلنا مثلا ذوي الإعاقة في حوالي 1.1 مليون مستفيد بتكلفة 5.4 مليار جنيه سنويا. لو بتكلم بقى على الدعم ده كده الدعم النقدي، لكن في الدعم العيني اللي هي بطاقات التموين، وانا بتكلم على حوالي 64 مليون مستفيد. عندي دعم الخبز بتكلم على 69 مليون مستفيد، يعني دعم الخبز مرصود له في الموازنه العام المالي 2022/2023 حوالي 90 مليار جنيه. مصر زودت موازنة الدعم والحماية الاجتماعية، زادت من حوالي 229 مليار جنيه في 2014، حاليا دلوقتي في الموازنة العام المالي 2022/2023 بتكلم في 356 مليار جنيه. لو بتكلم عندي برامج التانية، عندي التغذية المدرسية، عندي الإسكان الاجتماعي، وعندي بقى برامج التأمينات الاجتماعية والمعاشات. واحنا كنا بنتكلم في 2014 كنا بنتكلم في حوالي 84 مليار جنيه تكلفة المعاشات. دلوقتي تكلفة المعاشات وصلت ل 320 مليار. الزيادة السنوية في 2014 كانت نسبتها 10%، كانت بتكلف في الدولة 8.5 مليار. السنة دي من 1/4 زودنا المعاشات ب 13%. النظام او نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات اتحمل تكلفتها بالكامل بتكلم على حوالي 38 مليار. اول مرة الدولة تحط حد ادنى للمعاشات كان في 2016 وكان حوالي 500 جنيه، وبعديها صلحنا منظومة التأمينات والمعاشات في 2019 وفقا للقانون الجديد، وحطينا حد ادنى للمعاشات حوالي 65% من الحد الادنى للأجر التأميني. أنا بتكلم دلوقتي الحد الأدنى للمعاشات 916 جنيه. فالدولة عملت العديد والعديد من الإصلاحات في منظومة الحماية، وآخرها كمان عندنا نظام التأمين الصحي الشامل في 2018 اللي بدأ يتطبق من 1/7/2019 وبدأ بمحافظة بورسعيد. إحنا كوزارة التضامن معنيين بمد الرعاية الصحية لفئات غير القادرين، وده حددها قرار رئيس مجلس الوزراء بست فئات على رأسها مستفيدين برامج الدعم النقدي، ان الدولة بتتحمل تكلفتهم بالكامل. فالدولة بتدعم دعم عيني ودعم نقدي ودعم في المعاشات من خلال ان هي بتدعم العمالة غير المنتظمة، ان هي بتتحمل لهم حصة صاحب العمل
احنا بنتكلم دلوقتي انها بتتحمل 12%، يعني من ال 1400 جنيه اللي هو الحد الادنى للاجر التاميني، يعني الدوله بتتحمل 168 جنيه في الشهر لكل عامل غير منتظم. لو اتكلمنا على فتره كورونا واللي حصل في العديد طيب ممكن من قبل ما نتكلم بس عن فتره كورونا، حضرتك بتتكلمي عن الدعم النقدي وان الرقم زاد من 2014 ل 2022، زاد زياده كبيره جدا. زيادته دي كانت عباره عن ايه؟ هل قاعده المستفيدين زادت؟ وازاي بنزود قاعده المستفيدين كمان؟ قاعده المستفيدين زادت لان كنا بنتكلم في 1.7 مليون اسره، دلوقتي بقت 4.1، فقاعده المستفيدين زادت، فبالتالي كانت دي سبب الزياده في الموازنه المرصوده لتكافل الكرم. الناس بتتقدم من خلال مديريات وحدات التضامن بطلب الحصول على الدعم النقدي، بتعمل لها يعني في حوالي 57 مؤشر، في الاخر بتطلع معادله بنشوف درجه الفقر، بتعمل لهم زياره منزليه وبحث، وبقونا عليها بتطلع الفيزا بتاعه تكافل الكرامه وان هو مستحق للدعم النقدي، فهو بيتقدم ومن خلال تقدمه بيحصل على الدعم. طيب يا دكتور، يمكن حضرتك تحدثتي انه بيبقى في متقدمين وبيبقى في كمان رصد من وزاره التضامن. خلال كورونا طبعا كان في، يمكن اكيد الرقم فرق كتير، زودنا حوالي 411 الف اسره خلال فتره كورونا لبرنامج الدعم النقدي. طيب احكي لنا بقى ايه اللي حصل خلال فتره كورونا، ايه كمان البنود او الحالات اللي تمت اضافتها، او حسيتوا ان انتوا المفروض كمان تكون تحت مظله الحمايه الاجتماعيه خلال هذه الفتره؟ يعني احنا رصدنا خلال فترة كورونا، ان حضرتك عارفة يعني عديد من الأسر توقف النشاط بتاعتها، يعني الدولة رصدت 10 قطاعات تأثرت من خلال كورونا، وبالتالي الناس تغير وضعها في أحوالها الاقتصادية، وبالتالي انطبق عليها درجة الفقر. فاحنا بيبقى عندنا قاعدة بنات، زي ما أنا قلت احنا عندنا 35 مليون فرد، يعني ما بين مستفيد وغير مستفيد مرفوض من تكافل الكرامة نتيجة أنه ما انطبقتش عليه درجة الفقر. فلما حصلت بقى كورونا وتغيرت الوضع الاقتصادي بدأوا ينطبق عليهم من الاستحقاق، فهم دخلوا أوتوماتيك من خلال قاعدة البيانات عندنا. حاليا كمان الأزمة العالمية اللي حاصلة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية برضو زودنا في أبريل اللي فات حوالي 450 ألف أسرة، دول تكلفوا حوالي 2.5 مليار جنيه. فمن خلال قاعدة البيانات، وهنا ده مهم جدا دايما قاعدة البيانات لصنع السياسة، انه هي بتوريله ازاي السياسة المناسبة والرشيدة من خلال كفاءة الانفاق، ان انا عندي قاعدة البيانات عارفة مين المستفيد ومين المستحق، بالتالي بعرف ادخله تحت منظومة الحماية باسهل الطرق. طيب احنا عايزين نتكلم عن برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للمرأة. يعني خلينا نتكلم، 75% من مستفيدات تكافؤ كرامة هم من السيدات. لو بتكلم على المشروعات المتناهية الصغر اللي عملتها وزارة التضامن، سواء من مستورة أو فرصة أو برامج الدعم للعمالة غير المنتظمة، احنا بنتكلم في حوالي 360 ألف مشروع متناهي الصغر، كان حوالي 80% منهم من السيدات وكمان من الريف. يعني لسه كانت معالي وزيرة التضامن بتشهد توقيع منظمة الفاو مع 11 جمعية أهلية في المنيا علشان نعمل تمكين اقتصادي لحوالي 2000 سيدة في 10 قرى من أفقر 10 قرى في المنيا، بنعمل لهم تمكين اقتصادي في المجال الزراعي وفي مجال الصناعات الغذائية. فالمرأة متوجه لها العديد والعديد من البرامج، أولا من المساعدات النقدية لو بتكلم على التمكين الاقتصادي، لو بتكلم كمان على التأمين الاجتماعي، احنا لما رصدنا لقينا انه مساهمة المرأة في سوق العمل وفي النشاط الاقتصادي لا تتعدى ال 14%. 66% منهم عمالة غير منتظمة، يعني هي شغالة في القطاع غير الرسمي. فاحنا بنحاول دلوقتي ان احنا نعمل لهم تمكين اقتصادي ونشجعهم على الانضمام للمنظومة الرسمية، وفي نفس الوقت توفير الرعاية الصحية ليهم، وكمان بنقول لا أمية مع تكافل، بدأنا نشتغل ان احنا نشرط المساعدة على ان هي لازم تتعلم القراية والكتابة، ده غير كمان يعني ان احنا بنشتغل على محو الأمية الرقمية، انه لازم يبقى فيه شمول مالي، وتبدأ يعني بنحاول نصرف المساعدات من خلال ده، غير دعم المرأة المعيلة كمان ومستورة. غير يعني احنا بدأنا في عدة مبادرات رئاسية كانت مستهدفة العمالة غير المنتظمة، يعني كان عندنا بر أمان للصيادين والصائدات، يعني احنا فوجئنا مثلا في كفر الشيخ في حاجه اسمها صائدات البراره، ان يعني ست بتقف على الترعه او على البحيره وبتصطاد بايدها،
فبدأنا نشتغل معاهم نعمل لهم تمكين اقتصادي من خلال ان احنا نوفر لهم بدل وشبك، وادينا لهم مراكب حوالي 145 سيدة ادينا لهم مراكب مجانا عشان تساعدهم على انه يعني تحسن مستوى الدخل ودخلها ودخل الاسره، وفي نفس الوقت بنحاول نساعدها ان هي تدخل ضمن المنظومه. بدانا نتعاون مع الهيئه العامه للتامين الصحي ان احنا ندخل العماله غير منتظمه تحت منظومه الرعايه الصحيه، وبالفعل يعني بالتنسيق مع الهيئه القوميه للتامين الاجتماعي عمال المقاولات عمال والصيادين وعمال النقل واعضاء النقابات الفنيه برضو دخلناهم معانا، والعماله غير منتظمه بشكل عام يعني برضو دخلناها، وفيه الفلاحين وعمال الزراعه. فاحنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نمد منظومه الحمايه ببرامجها المختلفه لكل الفئات الاولى بالرعايه زي ما حضرتك اتفضلتي في الاول. طيب دكتور ميرفت، خلال حديثك اشرتي لنقطه مهمه جدا، وهي انه في شروط استحقاق عشان ينضم أي إن كانت الأفراد أو الأسر تحت مظلة الحماية الاجتماعية. عايز أعرف من حضرتك هذه الشروط، وفي نقطة كمان مهمة تانية، التحقق من هذا الرصد. ويمكن إحنا كان عندنا مشكلة قديمة شوية، لو رجعنا بالزمن لورا شوية كان في عدم ضبط، لو هنتكلم تحديدا مثلا على التموين، كنا بنشوف كروت التموين مع ناس مش محتاجينها وبيستخدموها. دلوقتي حصل ضبط لهذه النقطة، عايز أعرف من حضرتك برضو المتابعة. طيب خلينا نقول الشروط، يعني انا اهم حاجه بالنسبه لي يعني بتحقق من دخله وبتحقق من التامينات الاجتماعيه، انه لو هو موظف حكومه ولا موظف القطاع الخاص فهو غير مستحق. بتحقق مثلا من الاملاك الزراعيه، بتحقق من الاملاك العقاريه، بتحقق في حاجات خاصه بالكهرباء والغاز وكده. فهي مجموعه زي ما قلت لحضرتك من المؤشرات بحيث ان هي تقول لي في الاخر ايه وضع الاسره. ده بيحصل بالتحقق من خلال قاعدة البيانات الموحدة اللي عند هيئة الرقابة الإدارية، وده عشان كده احنا بنعمل يعني تحقق دوري، تحقق دوري من خلال يعني الربط مع قواعد البيانات. أولها بنتحقق مع قواعد البيانات الموحدة، وفي نفس الوقت مع وزارة التموين ووزارة الزراعة ومع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وكمان بنحاول مع وزارة الداخلية نبقى بنعرف نتحقق هل الشخص موجود داخل مصر ولا هو بيعمل بالخارج، وبالتالي هو كده غير مستحق. في كمان تحقق ميداني بيبقى من خلال الباحثين ووحدات التضامن اللي موجودة على مستوى الجمهورية، بينزلوا وبيتحققوا برضو من الأسرة تحقق دوري، بحيث ان احنا بنشوف لو حصل تغير في المستوى الاقتصادي للأسرة يعني وتحسنت بتبدأ تخرج. وعشان كده احنا مثلا عاملين برنامج فرصة وبرامج التمكين الاقتصادي ومستورة، بحيث ان احنا نخرج الناس من دايرة المساعدات وإلقاء العبء على خزانة الدولة بشكل كبير، إن احنا نديهم فرص عمل. فرص عمل تبدأ بالتدريب والتأهيل والتحقوا مثلا بعمل لدى الغير، أو إن أنا بعمله مشروع ليه هو وأسرته بحيث إن أنا بحاول أحسن دخله. يعني بدأنا نتعاون مع القطاع الخاص ومع القطاع المدني. القطاع الخاص فوجئنا ان في العديد من القطاعات محتاجه قوة عامله. يعني كنا لسه مع الناس بتوع شعبه الذهب وقالوا لي انه العماله الهنديه بتنافس بقوه هنا في مصر في صناعه الذهب، وانه بيعانوا من نقص العماله الماهره المصريه. في عندنا الناس اللي شغالين في مجال التوصيل الخدمات برضو عندهم مشكله في نقص العماله، الناس اللي شغالين في مجال الاي تي في مجال الخدمات. ففي العديد من القطاعات فيها نقص العمالة المهنية والحرفية، برضو المصانع بتشتكي لأنه التوك توك دلوقتي بقوا منافس قوي جدا، يعني أقل مجهود ودخل أكبر وأسرع، فبقى بيجذب أكتر في الشباب إن هم يشتغلوا أو بيجذب فرص عمل. وبعض الحرفيين للأسف يعني هجروا المهنه وبداوا يتجهوا للتوك توك. فاحنا بنحاول دلوقتي نشتغل على اعاده التاهيل والتدريب، وفي نفس الوقت الحقهم بالقطاع الخاص، وده بالتعاون مع القطاع الخاص. وفي نفس الوقت ان احنا عندنا مراكز التكوين المهني التابعه لوزاره التضامن 76 مركز على مستوى الجمهوريه، ان احنا بندرب الناس اللي اتسربت من التعليم على حرفه ومهنه بحيث ان هو يساعد نفسه ويساعد اسرته. طيب القطاع الخاص بس ولا في منظمات المجتمع المدني كمان؟ لا، منظمات المجتمع المدني شريك اساسي للدوله ولوزاره التضامن في تنفيذ برامج الحمايه الاجتماعيه. يعني انا يعني بتعاون مع المجتمع المدني في تقديم المساعدات، بتعاون معاهم في تقديم مساعدات مثلا عينيه في بعض الاحيان زي كورونا وكده. احنا قدمنا حوالي 20
خدمة ل 20 مليون مواطن خلال فترة كورونا بالتعاون مع المجتمع المدني، كلفتنا حوالي 5.5 مليار جنيه. فالمجتمع المدني شريك ومهم جدا، حتى لما بنشتغل مشروعات التمكين الاقتصادي مع المستفيدين بيبقى المجتمع المدني معانا، لان هو اللي هيبقى معني بالمتابعه المستفيدين وارشادهم، وفي نفس الوقت بيبقى بعض الاحيان بيبقى قرض فبيبدا هو اللي بيحصل منه. فالمجتمع المدني دايما موجود وبقوه، وعام 22 هو عام المجتمع طبعاً المدني طبعا اكيد. طيب دكتور ميرفت، خليني اعرف من حضرتك رد فعل الاسر على برامج الحمايه الاجتماعيه، وخليني كمان اعرف تقريبيا لو في احصائيه بفرص العمل اللي تم تقديمها. زي ما حضرتك قلتي بيبقى في برامج تاهيل، مش بس ان هم يبقوا مشمولين تحت فكره الدعم المادي، لكن كمان بنأهل زي ما حضرتك قلتي كوادر وعماله وحرفيين وما الى ذلك. يعني احنا من خلال مثلا برنامج فرصه احنا كنا مستهدفين حوالي 50,000 فرصه عمل. في مذكره تفاهم ما بين وزاره التضامن ووزاره التخطيط عشان نعمل تمكين اقتصادي لحوالي 30,000 عامل غير منتظم من الناس اللي خدت المنحه الرئاسيه ل 500 جنيه لعماله غير منتظمه. والمنحه دي كانت احد تدخلات الدوله لمواجهه الاثار السلبيه لفيروس كورونا. احنا بنتكلم في حوالي 1,600,000 عامل حصلوا على منحه 500 جنيه لمده 6 شهور كلفت الدوله 6 مليار. فاحنا شغالين على حوالي 30,000 فرصه عمل لجانب المبادرات اللي احنا اشتغلنا عليها، سواء بر امان او تتلفف حرير، ودي مستهدفه العاملين في مجال المنتجات اليدويه او العاملين في مجال التزيين والتصفيف الشعر. فاحنا بنتكلم في حوالي 75,000 فرصه عمل ومشروع تمكين يعني بموازنه حوالي 640 مليون جنيه. ففي برامج كتيره. أنا بتكلم دلوقتي على مثلا مشروع القومي لتنمية الأسرة، احنا مستهدفين نعمل تمكين اقتصادي لحوالي 1,000,000 سيدة بالتعاون مع الجهاز القومي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ف يعني احنا كنا بنتكلم ان احنا 1,000,000 فرصة عمل على مدى 3 سنوات. عظيم جدا. البرامج بتشمل ذوي الهمم، بتشمل الشباب، بتشمل المرأة، بتشمل الأطفال، بتشمل الطلاب كمان، وده اللي عايزين نتكلم. يعني احنا برامج الحمايه بتستهدف من اول الاطفال في سن زيرو، يعني لو اتكلم هنا على برنامج الالف يوم لسيدات تكافل وكرامه، ان احنا بندعمهم ب 120 جنيه شهريا في صوره سله غذائيه، فدي الالف يوم. بعديها يدخل بقى الطفل، بشتغل عليه من خلال الحضانات. احنا حاليا دلوقتي عندنا حوالي 14,000 حضانة مرخصة، وفي 10,000 حضانة تم ترخيصها مؤقتا، وحاليا طورنا ورفعنا كفاءة حوالي 1,000 حضانة، ومستهدفين بنهاية عام 2022 ان احنا ننشئ ونطور حوالي 3,000 حضانة. عندي التكافؤ الفرص التعليمية، وهنا بتكلم مش بس مستفيدين تكافؤ كرامة حوالي 4.5 مليون طالب، لا وكمان حتى المرفوضين من تكافل كرامة عملنا لهم دعم تعليمي حوالي 500,000 طالب في مراحل التعليم المختلفة. يعني الأسرة تكون مرفوضة من تكافل كرامة لكن برعى الأطفال تعليميا. في كمان سيادة الرئيس واجه بمبادرة تكافؤ الفرص التعليمية، ودي استفاد منها حوالي 565,000 طالب في مراحل تعليمية من أول حضانة لغاية مرحلة الجامعة، ودي موازنتها حوالي 500 مليون جنيه. وبعد كده عندي يعني بتكلم على التمكين والتشغيل، وبعدها بدخل على كبار السن وبتكلم على المعاشات وعلى معاشات كرامة، وبتكلم على رعاية المسنين من خلال ان احنا عندنا حوالي 172 دار للمسنين و192 نادي ثقافي واجتماعي للمسنين، وكمان بندعم المسنين في المواصلات العامة. يعني المسن اللي فوق السبعين بيعفى تماما، بنديله إعفاء 100% من تكلفة النقل في المواصلات العامة، واللي فوق الخمسة والستين بنتحمل له 50%، وده بيكلفنا حوالي 50 مليون جنيه في السنة. عظيم. إذن كل فئات المجتمع الأولى بالرعاية مشمولة من خلال هذه البرامج، برامج الحماية الاجتماعية اللي الدولة اشتغلت عليها خلال الفترة اللي فاتت. بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا يا فندم. لا. شرفتينا ونورتينا دكتورة. أهلا بيك يا فندم. دكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزير التضامن لشبكات الحماية الاجتماعية، شكرا جزيلا ليك.